طيب شباب، هسا في عندنا هاي هون تو نتوركس ال اي بي 192.168.10.0/24. نفترض هاي نعطيها 192.168.20.0/24. فانت هون بتعملوا ويب سيرفر وميل سيرفر الى اخره، هذا نعمله. هذا الكارت شو اسمه؟ فاس ايثرنت 00، والكارد من هون فاس ايثرنت 10. نفترض يعني واحد عندنا في الاي تي، او هون مثلا طالبين منه في النتوركينج، طالبين منه ما يلي. شو طالبين منه يا شباب؟ طالبين منه اول اشي هاي سيت راوتر نيم، نسميه بايونيرز. اثنين سيت سيكريت، اوكي مش خلينا الشغله اللي قدامكم. سيت سيكريت بدهم اياه باسورد كومبلكس 1. ثلاث سيت الباسورد بدهم اياه يكون باسورد كومبلكس 2. الشغله الرابعه بدهم اياها سيت كونسول باسورد، بدهم اياها باسورد 43. اوكي بدهم كمان منا نحط اللي هو الاكسكيوشن تايم اوت، الكونسول تايم اوت بدهم اياها 5 مينتس. ايش هو؟ طب خلينا نشتغل اول شيء. انا شو رايكم؟ ماشي، بعطيكم هسه رسمه ثانيه تخافوش. مرة الجاي يعني بعد الصلاة encrypt all passwords. ايش كمان في اخذنا شغلات؟ شو اخذنا؟ اوكي set ال IP addresses. اوكي save configuration. اوكي reboot machine. نحكي بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء فوت على الراوتر، هاي نو نغير اول شيء الاسم صح، هاي انيبل كونفيج تي هوست نيم، شو بدي اسميها؟ بايونيرز. هاي خلصت اول وحده. ثانيه بده سيكريت باسورد. هذا باي مود بنكتب السيكريت؟ لا بالجلوبال. وانا وين موجود اصلا؟ بالجلوبال. فدايركت بكتب له ايش؟ انيبل سيكريت باسورد كومبلكس 1. لا مش هيك يا باسورد كومبلكس، طالع عدت الكوماند بشطب الباسورد القديم 1. ايش قال الخطوه الثالثه؟ ايش بده؟ بده باسورد شو يكون؟ باسورد كومبلكس 2. نيبل باسورد، باسورد كومبلكس 2. ايش كمان بده منا؟ بده الكونسول باسورد شو يكون؟ وين رحنا؟ هنسكر هاي. بدنا لاين كونسول 0 باسورد، ايش بده اياه؟ باسورد كومبلكس 3 عشان يتفعل لوجن. اوكي بده التايم اوت قد ايه بده؟ 5 مينتس. اكزيك داش تايم اوت 5 سبيس 0. ايش كمان بده؟ encrypt all passwords. وين بنعمل encrypt all passwords؟ باي مود؟ بالجلوبال. شو لازم اعمل هنا؟ exit مش end، ارجع البريفليج. فشو بكتب له؟ service space password dash encryption. هيك خلصنا. ايش هاي؟ هالست اي بي ادرس. هسه بدنا نفوت الفاست ايثرنت 00.10.1 والفاست ايثرنت 10.20.1. نفترض انه هاي نتورك سيرفرز وهاي نتورك لمين؟ للامبلوي. معي يا عمر؟ انترفيس فاس ايثرنت 00. اول شيء بدي اشغل الكرت هاي نو شات. بعدين اي بي ادرس 192.168.10.1.255.255.255.0. في كوماند ما اعطيتكم اياه هسه، ممكن تعمل ديسكريبشن يعني وصف. مثلا هذا وين رايح؟ للسيرفرز نتوركس. هسه بحكي لك شو بفيدك. نفوت على الكارت الثاني اللي هو الفاست ايثرنت 10 نو شت داون عشان يشتغل. اي بي ادرس 192.168.20.1.255.255.255.0 ديسكريبشن. هذا اي نتورك؟ نتورك الامبلويين صح؟
لو صار في تضارب بالاي بي ادرس بحكي لك اه بعطيك ايرور اوفرلابس. طيب هيك خلصنا احنا سيت اي بي ادرس، هسه نعمل سيف للكونفيجريشن. شو لازم نعمل؟ نروح على اي مود؟ على البريفليج. شو بنعمل؟ اكزيت ولا اند؟ اند كوبي رن ستارت. ار اس بتكتبها هاش هي العمليه بس هيك ريلود. طيب هس خليه يشتغل ونشوف شو صار. الباسورد ايش هو؟ الباسورد 3 صح؟ وهي انيبل باسورد 1 اللي هو السيكريت. لو عملنا شورن نتاكد الباسورد والسيكريت مشفرين الهوست نيم. طيب شوف هاي ديتا، نفترض انا استقلت من الشركه واجت مثلا نهاوند من وراي اخذت ايش؟ الشغل. استلمت من وراي. بساعدها هي الديسكربشن، يا بتكتبها كامله او ديسك هيك او ديسكربشن، بتعرف انه هاي رايحه على اي نتورك تاعت مين؟ السيرفر. يعني كانه توضيح كيف ريمارك. اوكي؟ مين مستصعب هاي الشيء؟ خلينا نوقف الفيديو اول شيء. بدنا نسمع اقتراحاتكم. شغله. خلينا نتاكد انه في كونكشن، هذا بيعطيه عنوان مثلا على السريع هيك 192 168 10 2 الجيت واي ايش له؟ 10 1. بدنا نروح على هذا السيرفر نعطيه اي بي ايش؟ 20 2. وايش الجيت واي راح يكون له؟ 20 1. خلينا نشوف انه في بينهم كونكشن ولا فيش كونكشن. نروح على البينج، هي بينج على السيرفر الاولاني. ممكن تتعمل ايميلز لاخره 10 1. في كونكشن ولا فيش كونكشن يا اخوان؟ كونكشن. الله يعطيكم العافية. راح ناخذ الراوتينج. نعم.